Comme Abiru Talib, psychologue clinicienne en cours de formation et psychologue bénévole au groupe marocain bénévole contre le coronavirus. المجموعة اللي تأسست من طرف أستاذ إلياس برطاي، الغاية ديالتها هي مساعدة الأسر المعوزة، وبصفتي عضوة في المجموعة وأخصائية نفسية كنقوم بمجموعة من اللقاءات المباشرة للمساعدة والمرافقة النفسية وتقديم مجموعة من نصائح لأعضاء المجموعة، وفي نفس الوقت أنني حطيت رقم الهاتف ديالي لأي واحد محتاج دعم أو مرافقة نفسية يتصل بيا. بمجموعة النصائح اللي كنقدمها لأعضاء المجموعة وهي أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية في هذه الفترة ديال انتشار فيروس كورونا في المغرب. عطينا مجموعة نصائح للناس أنهم يديروا الكمامات، يغسلوا يديهم، المكوت في المنازل ديالنا، ونسينا الصحة النفسية اللي النفسية ديالتنا كتضرر في هذه الفترة ديال الحجر الصحي. المشاكل النفسية اللي كيسببها لنا الحجر الصحي وهي الاكتئاب، التوتر، القلق، واضطراب النوم. مجموعة النصائح اللي نقدر نقدمها لكم هي الابتعاد على الفيك نيوز، الأخبار الشائعة، لي زوديو ولي فيديو اللي كيوصلونا في الواتساب. ما نبقاش نهار كامل وحنا مقابلين فين وصلت كورونا، شحال من واحد تعافى، شحال من واحد توفى. الأخبار اللي كتكون معسد العشية كيف أننا نعرفوا مدى انتشار الفيروس في البلاد ديالنا. ما نضيعوش الوقت ديالنا في حوايج ما ليها أهمية، ما نعسوش بزاف وما نسهروش، ناكل الوجبات ديالنا في الوقت ديالها، وقت الفطور فطور، وقت الغداء غداء، وقت العشاء عشاء. نبقاو دائما على تواصل مع الاصدقاء والاقارب ديالنا في الهاتف ولا في ديزابي فيديو، نتعلموا لغه جديده، نديروا الرياضه، نوازنوا ما بين الاولويه ديالنا والانشطه الموازيه، وبالاخص ما ناخذوش انتشار الفيروس والحجر الصحي باستهتار وبعبثيه. راه شي حاجه اللي في صالح ديالنا، نجلسوا في الدار ديالنا وما نخرجوا الا للضروره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.